السلام عليكم. تخيلوا معايا كاع الناس اللي جاوب العقود الموسميه وتوفرات فيهم الشروط ديال لا كونفرسيون، الناس اللي جاوب ستاجيونالي موديل سي ومشاو عند الباترون ديالهم وخدموا معاه هذيك 3 شهور الاولى، لان الباترون ديالهم كان داير معاهم لا كونفرسيون، فاش جيو غادي نخدمكم وندير لكم لا كونفرسيون. تخيلوا معايا الناس كامل اللي داروا الطلب ديال لا كونفرسيون يدخلوا الكوطا ويتقبلوا، تخرجي من الله وسطى وياخذوا البرميسو دي سوجورنو ديالهم ديال العام، ما يبقاش عندهم الموسمي. الاخوان هنيئا الناس اللي دايرين لا كونفرسيون، هنيئا الناس اللي دايرين لا كونفرسيون. لا كونفرسيون يا الاخوان كلشي غادي يدخل الكوطا ان شاء الله. لا كونفرسيون يا الاخوان كانوا عطاو 4000 وغادي يزيدوا 3000 وشي حاجه، حقاش الطلبه ديال لا كونفرسيون 7000 تقريبا 7100 في هذا القانون ديال الذكريات الفلوسي، فاش غادي يزيدوا الحصه الثانيه ديال لا كونفرسيون كلشي غادي يدخل الحصه الكوطا كاع الناس اللي داروا لا كونفرسيون. خبر زوين الاخوان وخبر مفرح بالنسبه للناس اللي دافعين فينيتسيا لا كونفرسيون، التغيير ديال رخصه الاقامه الموسميه الى عاديه او ثانويه وتبقى هنا في طاليان تير البرميسو ديالك ديال العام. خبر اللي هو زوين ومفرح الناس اللي كدير لا كونفرسيون هنا في ايطاليا، الناس اللي دارت نهار 4 في شهر 12 وكذلك الناس اللي دارت لا كونفرسيون نهار 21 في هذا الشهر هذا الاخوان ديال اللي في الذكريات فلوسي. لا كونفرسيون التغيير ديال رخصة الإقامة الموسمية الثانوية ولا رخصة الإقامة اللي هي موسمية دائمة وكتبقى هنا في طاليان وضروري الشروط، يعني لا كونفرسيون التغيير ديال برميسو سوجورنو. الناس اللي جاوب عقود عمل موسمية موديل سي ستاجيونالي الإخوان، خبر زوين وخبر مفرح لهاد الناس هادو الإخوان. كنشوفوا بأن الحكومة في كل قانون ديال الديكريت فلوسي كتخصص واحد الحصة ديال الناس اللي دخلوا بالعقود الموسميه، توفرت فيهم الشروط كيديروا الطلب ديال لا كونفرسيون وكيبقاو في طاليان ما كيمشيوش ما كيرجعوش للبلاد من طبيعه الحال. الشروط وهي حنا راه عارفين الاخوان كتجي كتخدم ضروري مع الباترون ديالك 3 شهور الاولى على الاقل، على الاقل في 3 شهور الاولى خاصك تخدم فيها 39 يوم، يعني كل شهر 13 يوم كتجمع هذيك على الاقل 39 يوم عندك حق من بعد انك دير طلب ديال لا كونفرسيون. اللي زوين ومفرح الاخوان بالنسبه لا كونفرسيون راهم بداو كيعيطوا كيعطيو من الله وسطات للناس اللي دفعوا نهار 4 شهر 12 داروا لا كونفرسيون. شفنا الاخوان هاد الناس هادو الاخوان ديال لا كونفرسيون كانوا عطاوهم 4000 وزادوهم 3000 اخرى، يعني بزاف ديال الناس غادي يدخلوا الكوطا، غادي يصبح العدد وهو 7000 بطبيعه الحال. فينيتسيا الاخوان الناس اللي دايرين لا كونفرسيون ديال تغيير رخصه الاقامه الموسميه الثانوية ولا الدائمة في إيطاليا، فينيسيا الناس اللي دايرين كلهم طلب في فينيسيا كلهم دخلوا الكوطا، كلهم دخلوا المعالجة، بقات مرحلة واحدة الأخيرة ديال فينيسيا وهو مكتب الشغل أو مفتشية الشغل. المكتب ديال مفتشية الشغل كيطالب دابا بوثائق من عند الباترونات اللي من بينهم طبيعة الحال الريديتو وراء أخرى باش يعطيونا اللوستات. لا كونفرسيون الاخوان راه بدا كيتعطاو نولا وسطات فينيتسيا الاخوان، كاع الناس اللي داروا لا كونفرسيون في فينيتسيا كلهم دخلوا الكوطا. وهذا العام هذا الاخوان شحال طالبين في لا كونفرسيون؟ طالبين 4000 وغادي يزيدوا 3000 اخرى، وكاع الناس اللي داروا لا كونفرسيون هذه السنه هذه غادي يدخلوا الكوطا. سمعوني مزيان الاخوان، لان طلب ديال لا كونفرسيون الناس اللي دارت طلبات 7000 وشي حاجه هاد السنه هذه الاخوان نهار 21 في شهر 3، 21 في شهر 3 كان البادانتي ولا كونفرسيون، الناس اللي داروا لا كونفرسيون 7000 وشي حاجه، عطاو 4000 في الحصه غادي نزيدوا 3000، كلشي ان شاء الله غادي يدخل الحصه ديال لا كونفرسيون. فقط الا جيتي بالعمل الموسمي خاصك ضروري تمشي عند الباترون اللي جابك كتكون متفق معاه على الخدمه وانه يدير لك لا كونفرسيون، تتحقق فيك الشروط، كتحقق فيك الشروط قلنا ديال العمل الموسمي اللي كتخدم معاه ديال 3 شهور الاولى، قلنا 39 يوم على الاقل 13 يوم في كل شهر كيدير لك طلب ديال لا كونفرسيون. وغادي يبقاو الاخوان اي واحد جا وتوفرت فيه الشروط وخدم مع الباترون ديالو دار لا كونفرسيون غادي يبقى يتقبل، غيتقبل ليه ان شاء الله. والجمعيات الاخوان والمنظمات والنقابات كيطالبوا بزياده الحصص بكثره بالنسبه لا كونفرسيون، يعني اللي جاب العمل الموسمي تحقق فيه الشروط الى دار طلب خاصو يدخل الكوطا. المهم الاخوان عطاو 4000 ديال لا كونفرسيون غادي يزيدوا 3000، وكاع الناس اللي دايرين لا كونفرسيون تقريبا 7000 وشي حاجه 7080 7050 7200 كلهم ان شاء الله غادي يدخلوا الكوطا ديال لا كونفرسيون، غيتقبل لهم الطلب وغادي نعطيوهم نولا وسطا باش يمشيو للبريفيتورا مع الباترون ديالهم وغادي ياخذوا البيرميسو دي سوجورنو ديالهم
عادي ديال العام ولا عامين بحالهم بحال ايها الناس، بحال الناس اللي دخلت بعقود عمل اللي هي غير موسميه موديل بي وتيرات العام ديالها. هنيئا الاخوان الناس ديال فينيسيا، راه كاع الناس اللي تما داروا لا كونفرسيوني فينيسيا كلهم دخلوا الحصه، طلبات كلهم مقبولين الاخوان. العقوبه ان شاء الله الناس اخرين ديال فورجا، نابولي، كازيرتا، روما، ميلانو، كاع الناس اللي باغا دير لا كونفرسيوني غير هو يعني طلبات هذه العماده ديال لا كونفرسيوني راه ما داروش بزاف الناس طلبات، غادي يزيدوا كما قلنا 3000 اخرى غتصبح 7000 وشي حاجه، كلشي غادي يدخل ان شاء الله يعني الحصه ديال لا كونفرسيوني وغادي تقبل له الطلب وغادي ياخذ العام. هنيئا لكم الاخوان. يعني اللي بغيت نقول لك كنتي جاي بعقد عمل اللي هو موسمي والسيد قال لك غندير لك لا كونفرسيوني، يعني قال لك غادي نخدمك غندك عند الباترون، الا درتي لا كونفرسيوني غتدخل ان شاء الله الكوطا. المهم الضغط والضغط والدق على الحكومه باش تبقى دائما تزيد حصه كبيره ديال لا كونفرسيوني، ومستقبلا ان شاء الله غادي يوقع بحال الناس اللي كتدخل بالدراسه. دابا الناس اللي كتدخل بالدراسه فاش كتلقى عمل كتمشي تخدم عندها حق انها حتى هي دير لا كونفرسيوني وكاين شروط. دابا هاد الناس هادو ديال الدراسه ما بقاوش كيدخلوا الحصه ولا الكوطا، لان الحكومه ما بقاش كتحدد واحد الحصه ولا كوطا في الديكريتو فلوسي، كتقول لهم الا دخلتوا بالدراسه ولقيتوا عمل وكونترا وباترون وتوفر فيكم الشروط الاولى ديال الخدمه سيروا ديروا لا كونفرسيوني راكم غادي تدخلوا الكوطا. هذا الشيء اللي غادي يكون ان شاء الله مستقبلا مع الناس اللي كتدخل بالعمل الموسمي يا الاخوان، بالعمل الموسمي. المهم غادي نعاود الاخوان، هنيئا الناس ديال فينيسيا اللي دايرين الطلب ديال لا كونفرسيوني، كل شيء دخل كوطا ديال فينيسيا الاخوان، وان شاء الله بقى التحقيق الاخير ولا المرحله الاخيره وهو مكتب مفتشيات الشغل. فينيسيا كتواصل مع الباترونات كاملين باش يرسلوا الدورك، يرسلوا كاع الوثائق اللي هي ناقصه، الريديت وكل شيء، باش مفتشيات الشغل دير الخدمه ديالها ويعطيو ان شاء الله سبورتيل اونيكو بير ليميغراسيوني، يعطي نولا وسط باش تمشي تسيني مع الباترون ديالك وتاخذ الوريقات ديالك عام عامين داكشي اللي كان، والله يسهل عليك.